كان بيوم من الأيام في طفل قدامه جمرة، هاي الجمرة كانت بتضوي وبتلمع، فجذبت الطفل إنه يروح لعندها لأنه كان شكلها حلو وظريف شوي. قرب عليها فحس بإحساس حلو كتير، يعني حس بدفى شوي، بس لما إجا ومسكها حرقته، يعني ببساطة خدعته. هيك تماماً، في أشياء كتير بكون مخدوعين فيها. قديش في شغلات كتير بحياتنا بتشبه هاي الجمرة، في شغلات كتير بحياتنا بيكون منخدعين فيها من لطافة منظرها ومن لمعتها، بس هي فعليا بس نقرب عليها بتحرقنا. وقديش في أشخاص كتير نتمنى لو ضلنا نعرفهم بس من برا وما قربنا وشفناهم من جوا واكتشفناهم كتير منيح، لأنه لما قربنا واكتشفناهم من جوا اكتشفنا إنهم مجرد جمرة كذابة حرقت كل إشي موجود جوات قلوبنا وتركت رماد الذكريات وشوهت تفاصيل من الوجع اللي كانت بيوم من الأيام السعادة تمحي هذا الوجع. اتذكر دايماً إنه مو كل إشي بلمع ذهب، ودايماً حافظ على قلبك من الوجع، وجع الحرق والذكريات لأنها ما بتموت بتضل عالقة بالقلب وبالعقل. وتذكر إنه الجمرة من برا بتكون بتلمع كتير وبتضوي، بس لما تقرب وتشوفها من جوا بتكون عبارة عن فحم أسود كتير، زي لما تقرب على بعض الأشخاص وتشوفهم من جوا.